وللحديث أكثر عن الذكرى السابعة لسيطرة تنظيم داعش على الموصل ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا بك معنا سيد عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بك معنا عقيد حاتم. مرحبا، مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. لعلي أبدأ معك أستاذ عبد القادر، يعني الميليشيات الموالية لإيران وإعلامها روجت قبيل سقوط الموصل بيد داعش بأن هناك مؤامرة داخلية وخارجية اتهمت بها أطرافا عديدة. السؤال هنا، هل لا زال الرأي العام العراقي بعد تكشف الكثير من الحقائق يتعاطى بجدية مع هذا الخطاب؟ تحية لكم ولضيفك الكريم. من المعلوم تماما أن ما جرى في مثل هذا اليوم في الموصل هي نتيجة للسياسات الطائفية التي انتهجها نور المالكي وللتهميش الكبير لهذه المحافظات ولا سيما الموصل في مقدمتها، والتهميش السياسي والعسكري بطريقة واضحة تماما، وأنه تعامل بالحديد والنار مع تظاهرات سلمية طالبت بحقوقها في هذه المحافظات، وبالتالي هذا ما أرادوه من خلال ضرب هذه المحافظات. واليوم تتكشف الحقائق بصورة واضحة للشعب العراقي أنه ما جرى هي عملية انسحاب مدبرة وترك الأسلحة وكسر الحدود، وبالتالي هناك اتفاقية كبيرة ربما إقليمية فيها نظام بشار الأسد فيها نظام المالكي، كل هذا حقيقة جرى لأنهم أحرجوا بطريقة واضحة من ثورة العشائر في بداية تصعيد المالكي العسكري ضد ساحات الاعتصام، وما حدث هو نتيجة واقعية. اليوم الشعب العراقي يعلم تماما أن كل القضية التي مرت فيها الموصل هي من صناعة المالكي وأدواته وإيران والميليشيات للوصول إلى نتيجة سيطرة الميليشيات الإيرانية على محافظات وعلى حدود العراق مع سوريا، وبالتالي تكون هناك منطقة آمنة كبيرة واسعة لهم، وبالتالي استخدموا كل الأمور التي سواء من فتوى الجهاد وغيرها لتعزيز الميليشيات الإيرانية. العراقيون اليوم في وعي كبير تماما لهذه الأحداث، ويعلمون تماما أنه إلى هذه اللحظة لم يتم تقديم المسؤولين عن ما جرى في الموصل في مثل هذا اليوم. هناك 35 شخص متهم في مقدمة نور المالكي وهم مدانون بطريقة واضحة، لكن معلوم تماما أننا لا نملك قضاء ولا نملك حكومة يمكن أن تحاسب هؤلاء المقصرين وهؤلاء المدانين الذين لعبوا بمقدرات العراق ولعبوا بمقدرات شعب كبير، لأنهم حقيقة هم يستكملون طريقة التغيير الديمغرافي التي سعوا إليها منذ 2003. نعم عقيد حاتم، يعني ما هي الأسباب الحقيقية لهزيمة 4 فرق عسكرية ضد تنظيم داعش في الموصل خلال ساعات؟ نعم، لا شك بأن بنية النظام السياسي بعد عام 2003 كانت سبب رئيسي فيما جرى من تطور للأحداث وصولا إلى عام 2014 وسقوط هذه المدن بيد تنظيم الدولة. فمبدأ المحاصصة الطائفية الذي سرى في العملية السياسية سرى على بقية مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، وأصبحت المناصب توزع على أساس الحزب وعلى أساس الطائفة بغض النظر عن الكفاءة والقدرات التي يمتلكها الشخص في قيادة وإدارة هذه الوحدات العسكرية. الفرق التي كانت تتواجد في مدينة الموصل قبل السقوط كانت 4 فرق، الفرقة الثالثة والفرقة الثانية، والفرقة الثانية كانت تتألف من 4 ألوية لواءين كان في داخل مدينة الموصل، إضافة إلى الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، إضافة إلى فرقة حماية النفط. ولكن جميع هذه القوات لم تمتلك الإرادة على القتال والصمود أمام بضع مئات من تنظيم الدولة، رغم التسليح الكبير الذي تم تسليح به هذه الفرق وهذه القطاعات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لأنه الأساس أن هناك خلل في بنية المؤسسة العسكرية عندما تم تشكيل هذه المؤسسة من الميليشيات التي كانت في إيران والتي اعتبروها هي نواة لتشكيل القوات الأمنية والأجهزة الأمنية، وبالتالي تم تحويل هذه المؤسسات العسكرية إلى ميليشيات ولكن بغطاء حكومي وبملابس حكومية. لذلك نرى أنه ما جرى الآن حتى من تطورات في الفترة الأخيرة تعكس حقيقة
حالة المؤسسة العسكرية التي بنيت بعد عام 2003 على أسس طائفية، وبنيت على أساس التهميش، وبنيت على أساس الولاء للطائفة وللحزب وما إلى ذلك. لذلك لا نستغرب بأن هذه القطاعات هربت ولم تستطيع الصمود، لأنه هناك خلل في العقيدة العسكرية لتشكيل هذه القطاعات. نعم، ولكن لماذا لم يحاسب المالكي على الرغم من أن العسكريين يقولون إنه مسؤول بحكم منصبه كقائد للقوات المسلحة عن قرار سحب القوات؟ أنه طالما بأن هذه الطبقة السياسية هي التي تتربع على سدة الحكم، فلن يستطيع أحد محاسبة هذه الطبقة السياسية نتيجة التوازنات والاتفاقات التي أبرمت ما بين هذه الطبقة. يعني ليس نور المالكي فقط، وإنما عبود قنبار أيضا، سعدون جوير الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، علي غيدان، حاتم المقصوصي مدير الاستخبارات، يعني كثير من القادة، مهدي الغراوي الذي سجن لفترة سنة بسجن درجة أولى يتمتع بكثير من الامتيازات. هؤلاء جميعا هم مسؤولين عن النكبة التي جرت في مدينة الموصل، التي تعرضت لمؤامرة كبيرة جدا. وأنا لا أذهب بعيدا، وإنما أذهب إلى أسامة النجيفي عندما صرح في مقابلة تلفزيونية مع سكاي نيوز عربي، قال بأنه في الشهر الرابع من نيسان كنت في زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وعدت إلى بغداد ثم ذهبت إلى إيران في زيارة رسمية، وقال لي أحد المسؤولين الإيرانيين بأنه إذا لم تتفاهم مع المالكي سوف تسقط مدينة الموصل بيد الإرهاب. ويقول وبعد شهرين بالضبط تم سقوط مدينة الموصل بيد الإرهاب. إذن هذه المناطق تعرضت لمؤامرة كبيرة، هذه المؤامرة تشارك بها هذه الطبقة السياسية، وتشارك بها إيران مع صمت أمريكي كامل لتدمير هذه المناطق التي خرجت منتفضة على الطبقة السياسية الحاكمة وعلى السياسات الحكومية الطائفية التي تتبعها هذه الحكومات منذ عام 2003 وصولا إلى عام 2014. نعم سيد عبد القادر، يعني بعد 7 سنوات من سيطرة تنظيم داعش على الموصل، هل تعتقد أن الظروف الآن بوجود طبعا الميليشيات والمكاتب الاقتصادية وقتل المتظاهرين والظلم الحادث على الكثير من العراقيين، هل تظن أن هناك تشابه كثير لهذه الفترة بالفترة التي سبقت سيطرة تنظيم داعش على الموصل؟ بالتأكيد هناك تشابه كثير، بل هو أسوأ من التشابه. اليوم ما يحدث حقيقة من تغول للميليشيات في هذه المحافظات ولا سيما في محافظة الموصل يؤكد على أن القضية أكبر، لأن فيما مضى كانت اعتقالات وأربعة إرهاب، اليوم اغتيالات ومكاتب اقتصادية وتهجير قسري واعتقال نساء. اليوم لدينا 4000 معتقلة في سجن تلكيف التابع للواء 30، ميليشيات الحشد الشعبي، لا الحكومة ولا المنظمات الدولية قادرة على الوصول إلى تلك النساء. وبالتالي ما يحدث الآن من عملية إنهاء وجود هذه المحافظات والعمل على تدميرها من خلال التدمير الممنهج يأتي بظروف تهميشية سياسية واضحة وإقصاء كبير تماما عن القرار الكامل حتى داخل هذه المحافظات. ربما قبل 2014 كان هناك شبه قرار موجود داخل هذه المحافظات، الآن لا وجود لهذا القرار حتى داخل هذه المحافظات، فكل المسؤولين تعينهم ميليشيات الحشد الشعبي وإيران بطريقة واضحة وتدخل سافر، وبالتالي حتى مبالغ المالية التي تصل لهذه المحافظات يتم إعطاء نسبة معينة لهذه الميليشيات، فضلا على أنهم ينشرون المخدرات، وبالتالي أصبحوا أداة قمع في هذه المحافظات. إذن ظروف أقسى وأكبر من ما مضى، ولذلك كل السيناريوهات مفتوحة بسبب بقاء المشكلة الأساسية وهو نظام المحاصصة الطائفية ونظام التهميش ونظام الاستهداف المجتمعي على أسس عرقي وطائفي بطريقة واضحة. واليوم تعدى القضية أكثر على مستوى الشارع العراقي والشعب العراقي، ونرى أن تغول هذه الميليشيات يتحكم بالدولة، وما إطلاق سراح المجرم الإرهابي قاسم مصلح مؤخرا إلا ليؤكد حقيقة واضحة أن اليوم أصبح الكاظمي القائد العام للقوات المنفلتة في العراق هو الوصف الدقيق لما يجري. لذلك حقيقة السلاح المنفلت الميليشياوي هو الذي يتحكم بالعراقيين، وبالتالي لا وجود حتى لشبه
الدولة يمكن أن تؤسس على قدرتها في مواجهة أو يأمل بعض الآملون في عملية إصلاح العملية السياسية. لذلك الظروف اليوم أتعس وأكثر ضرراً على المجتمع وعلى الناس. نعم، إذن يعني بعدما يقارب الأربع سنوات من استعادة الموصل، ماذا حل بالمحافظة وأهلها؟ ما هو الفرق بين يعني ما قبل ما يسمى تحرير الموصل وما بعده؟ قبل كانت المواطنون يسكنون في ديارهم أقل تقدير، وكانوا يعانون طبعا من التهميش والاعتقالات وعدم القدرة الاقتصادية وعدم بناء المحافظات، وبالتالي هناك تهميشا واضحا مع الاعتقالات، لكن كانوا أقل تقدير يعيشون في محافظاتهم. اليوم نتكلم عن إفراغ هذه المحافظات بنسبة 100% خلال الأربع سنوات، ثم عودة الأهالي إليها تدريجيا وبطريقة دفع المبالغ المالية حتى يعودوا إلى منازل مهدمة. اليوم منازل مهدمة والاقتصاد الفردي مدمر لهذه المحافظة وأبنائها، والاقتصاد العام مدمر، لا وجود للمستشفيات في الموصل، فضلا على أن الجثث المدنيين والأطفال والنساء لا زالت إلى يومنا هذا بعد أربع سنوات تحت الأنقاض. أنقاض الأيمن شاهدة على جريمة كبيرة ارتكبها المجتمع الدولي الممثل بالتحالف الدولي، وارتكبتها الميليشيات والقوات الحكومية من أجل عملية حسم الموصل عسكريا وليس انتصارا. لذلك حقيقة اليوم القضية فيها ضرر كبير على الناس وعلى المواطنين بطريقة كبيرة تماما لا يمكن قياسها البتة بين ما قبل 2014 وما حدث الآن في مدينة الموصل. وهذا التدمير طبعا متعمد، وإبقاء هكذا ظروف الأهالي بهكذا قسوة أيضا متعمد، فضلا على أنه لا زال مئات الآلاف من سكان هذه المدينة الكريمة يعيشون في الخيم وفي دول الجوار وفي إقليم كردستان كلاجئين ونازحين. نعم، عقيد حاتم، يعني هل كان للحكومة أن تستعيد الموصل وثلث العراق من دون طائرات التحالف الدولي، كما يسوق الآن بأن ميليشيا الحشد هي من استعادت المدن من قبضة تنظيم داعش؟ نعم، لا شك بأن هذا الكلام غير دقيق وبعيد عن الصحة، يعني لأنه مجريات الأمور في العراق تقول بأن هذه القطاعات التي كانت متواجدة في الموصل وكانت هناك أربع فرق لم تستطيع أن تصمد أمام بضع مئات من تنظيم الدولة. طيب، تنظيم الدولة بعد أن سيطر على مدينة الموصل وتداعت المدن بعد ذلك، صلاح الدين ثم الأنبار، سيطر على الكثير من الإمكانيات والقدرات العسكرية التي كانت لدى الوحدات العسكرية في هذه المناطق. يعني إذا ما جئنا إلى مدينة الموصل، هناك إحصائية لوزارة الدفاع تتكلم عن أسلحة كبيرة جدا، يعني مثلا البناط المختلفة 75 ألف بندقية و586 بندقية تم الاستيلاء عليها، بندقية بي كي سي أو رشاشة بي كي سي 3939 رشاشة، بندقية أر بي كي 3388، إضافة إلى ذلك الهاونات، وإضافة إلى ذلك بنادق القنص، بإضافة إلى ذلك القاذفات ومدافع الأس بي جي 9، ويعني هناك أسلحة ترسانة كبيرة جدا تم الاستيلاء عليها من قبل تنظيم الدولة. أضف إلى هذا بأن إرادة القتال لدى القوات الحكومية في تلك الفترة فقدتها بشكل كامل، فلا تستطيع يعني مجرد أن يقولون هجوم على المنطقة الفلانية تتلعى هذه الوحدات من أمامها وتقوم بالهروب. فكيف لها أن تستعيد هذه المدن لولا التحالف الدولي ولولا الغطاء الجوي الذي أمنه التحالف الدولي؟ في مدينة تكريت لم تستطع قطاعات الحشد الشعبي أن تدخل إلى المدينة لمدة شهر كامل، ولولا تدخل طيران التحالف الدولي لما استطاعت القوات الحكومية أن تتقدم ولو بضعة أمتار في هذه المدن، سواء كانت في تكريت أو سواء كانت في بيجي أو سواء كانت في الموصل وفي المدن الأخرى. أضف إلى هذا بأن ضراوة المعركة في مدينة الموصل وتدمير المدينة بهذا الشكل، أنا أعتقد بأنه يعطي دلالة واضحة على عدم إمكانية هذه القطاعات أن تقاتل في المدن، يعني بحيث تقاتل من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع ومن حي إلى حي. لذلك هي تستخدم أسلوب التدمير الكامل، فتقوم بتدمير الأحياء وتدمير البيوت، ثم بعد ذلك تدخل إلى هذه الأحياء. وهذا ما جرى في الموصل في الجانب الأيمن الذي يعتبر يعني شبه مدمر أو زلزال تعرض له هذا الجانب من المدينة. لذلك أنا أقول بأنه لولا التحالف الدولي لما استطاعت القوات الحكومية ومن معها من قوات هجينة
هذه القوات غير مدربة، هذه القوات جاءت بنخوة عربية لا أكثر ولا أقل، يعني لم تستطيع أن تتقدم ولا شبر واحد في هذه الأراضي. نعم، إذن الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. سيد عبد القادر، يعني من المفترض أن لجنة للتحقيق في الأحداث قد تشكلت بالفعل، هل ترى أن ما انتهت إليه هذه اللجنة يوافق الحقيقة بالفعل؟ هم استطاعوا أن يطمسوا كثير من الحقائق، لكن رغم طمس هذه الحقائق فإن تقرير البرلمان المتخصص بلجنة الدفاع عدان كل هذه الشخصيات بطريقة واضحة. هم لم يعملوا حتى بالحد الأدنى من هذه الإدانة التي تثبت تورط هؤلاء في ملف سقوط الموصل أو في ملف سيطرة تنظيم الدولة على الموصل. بالمطلق كل القادة العسكريين تم تكريمهم وعلى رأسهم نور المالكي، ولم يتم محاسبتهم أو وصول الملف إلى القضاء، لأنه كما تعلم أنه لا وجود لسلطات قضائية في العراق. لكن هذه القضية لن تسقط بالتقادم، والشعب العراقي حقيقة عندما يستعيد العراق سيحاسب هؤلاء جميعا، لأنهم حقيقة هم يتآمرون بشتى الوسائل. هم لم يفلحوا في عملية إعمار هذه المحافظات، بالتالي هل تريد من هؤلاء الذين لم يناقشوا إعمار هذه المحافظات أن يحاسبوا مدمريها وهم جزء من تدمير العراق في إطار العمل في إطار العملية السياسية؟ فلذلك هؤلاء المدمرون لا يحاسبون من يدمر ولا يعمرون نتيجة تدميرهم لهذه المناطق. نعم، إذن الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، كنت ضيفنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.